العمل كان يتلخص في بحث عوامل التأخير اللي كنا نواجهها طبعاً في حقل البحرين، من حيث طبعاً ربط الأبار، أبار النفط بمجمع الأبار. فطبعاً هذه كانت جزئية، والجزئية الثانية طبعاً في خلينا نقول تصميم معادلة معينة تبحث اللي هو التأخير وتبحث التكلفة الناجمة عن هذا التأخير. استغرق مني البحث ما يقارب السنة كاملة طبعاً بإشراف بروفيسور سعد سليمان من جامعة البحرين، ورشحت من خلاله لجائزة يوسف بن أحمد كانو لأمثل طبعاً جامعة البحرين فيما يخص اللي هو مجال البحث العلمي. للأمانة لما وصل الخبر يعني كان الشعور فعلاً لا يوصف، واستقبلت الخبر أساساً من أفراد الأسرة يعني، فكان له وقع كبير طبعا في نفسي، وخلاني فعلا افخر باللي انا انجزته يعني، ويعني اتطلع الحين على اساس ان شاء الله نبدا يعني اقوم بدراسات اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى، واكون ان شاء الله اشارك بعد كذلك مره ثانيه ان شاء الله في جائزه يوسف بن احمد كانو. طبعا اذا تناولنا الجائزه طبعا وتاثيرها علي، كان طبعا من الجانب العملي طبعا اسهم طبعا في خلينا نقول ترقيتي في العمل، وبالتالي طبعا اثر خلينا نقول المجهود اللي بذلته في الدراسه طبعا انعكس طبعا بصوره او باخرى في مجال العمل. اما فيما يخص اللي هو الجانب العلمي فهو اعطاني حافز اخر خلينا نقول ان احنا ندرس ان شاء الله يعني، وتطلعنا لدراسة تخصص آخر، وبالتالي إن شاء الله المشاركة مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في الجائزة نفسها، جائزة يوسف بن أحمد كانو، والحصول إن شاء الله على جائزة المرة الأخرى بإذن الله إن شاء الله مرة ثانية. طبعا أنصح أنا الشباب كلهم طبعا المشاركة في جائزة يوسف بن أحمد كانو، وأتطلع إن شاء الله أن يكون بعد حتى تغطي منطقة أكبر من الوطن العربي إن شاء الله، لأن هي لها فعلا أثرها على مستوى الوطن العربي، مثل ما عرفنا أن حتى في بعض الفائزين من دول شقيقة مثل دولة مصر العربية على سبيل المثال. فنتطلع إن شاء الله أن تكون على مد يعني على مستوى أوسع خلينا نقول ونطاق أوسع يعني في العالم إن شاء الله.